السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن نبتة الخروب. نبتة الخروب، وسوف نتعرف عن أسمائها باللهجة الجزائرية والفرنسية واسمها العلمي وباللغة الإنجليزية ومنافعها ومنافعها. إذا نبتة الخروب أو شجرة الخروب لها عدة أسماء، تسمى الخرنوب، ولها اسم آخر تسمى الخرنوب الشامي. وفي اللهجة الجزائرية، في الجزائر، فشجرة الخرنوب تسمى الخروب البجاوي نسبة إلى منطقة بجاية، وهو يشبه الخروب النبطي. الخروب النبطي بالنسبة لاسمه، الخروب الأمازيغية يسمى دي خروبت، أو لا يسمى دي إيدا، أو دي خروبت أو دي إيدا. علمي، فهو يسمى كاغاتونيا سيليكا. والخروب باللغة الفرنسية فهو يسمى كاروبي. وبالإنجليزية فهو يسمى كاروب تري، أو لا يسمى كذلك لوكوست تري، أو لا كاروب تري لوكوست تري. وهو بالنسبة للخروب فهي شجرة برية وبستانية من فصيلة القرنيات، علوها يصل إلى 5 أمتار، تنمو في التل الجزائري في الجزائر. وبالنسبة للأجزاء المستعملة من هذه الشجرة، فهي تستعمل القشور هذه النبتة، وكذلك تستعمل ثمارها. وبالنسبة لمكوناتها، مكونات نبتة الخروب، فهي تحتوي على السكر وحمض دسم وبروتين وعفس لطنان، وكذلك تسمى تحتوي كذلك على نيكتين وعلى حمض البازويك وحمض الفورميك ومادة مخاطية، وكذلك فيها فيتامينات وفيها مواد أزوتية، ولها عدة منافع. فالخروب يعتبر قابض، أي مضاد للإسهال ومضاد للالتهاب المخاطي، وكذلك يعالج التأليل في البشرة تلال، وذلك بحك الخروب على الأماكن المصابة بالتأليل. فهو يساعد كذلك على توقيف الدورة الشهرية في حالة نزولها في غير وقتها، فهو مفيد للسيدات الذين يعانون ما توقف من نزول الدورة دم الحيض في أوقات غير مناسبة. ويعتبر كذلك الخروب أفضل علاج للإسهال، حيث يسرع من قبض البطن، ويساعد في علاج الإسهال. وكذلك تعتبر قشور الخروب تستعمل في دباغات الجلود، فهي تستعمل قديما في دباغات الجلود. إذا كانت هذه بعض المعلومات حول الخروب، أتمنى أن تكون قد استفدت معنا. إذا كانت لديكم أي أشبة أن نتحدث عنها، فاكتبوا لنا اسمها في التعليق وسوف أجيبكم إن شاء الله في فيديو خاص. أشكركم على المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم الفيديو. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. تحياتي.